خشب المطبخ البوفيهات بننظفها ازاي؟ ده طبعا اساسي فيه يعتمد على انتوا مطبخكم معمول من ماده ايه؟ ايه الماتيريال اللي معمول منها المطبخ؟ الاكريليك غير الخشب غير الالومنيوم، كل حاجه وليها التعامل بتاعها. طبعا اريح واحد فيهم في التنظيف الالومنيوم، ولو اني ما بحبوش، ما بيبقاش شكله اشيك حاجه، بس هو في التنظيف يعني فله شمعه منوره، ما بياخدش اي جهد ولا افورت، وبنقدر نحط له ميه، بنقدر نحط له اي منظفات احنا عايزينها، بنكون طبعا اكثر احتراسا مع المطابخ الخشب او الاكلاريك او الحاجات دي. فطبعا انصح بشده انكم الشخص اللي مشترين منه المطبخ او اللي عاملين منه المطبخ هو هيقول لكم ايه الماده اللي تناسب تنظيفه، وتتبعوا الكلام اللي هو هيمشي عليه. كل فتره لازم ننظف، انا بعتبر مثلا كل 3 شهور، يعني 4 مرات في السنه ولا حاجه، يعني يا جماعه 4 ايام في 365 يوم هاخد منهم جزء بسيط عشان انظف البوفيهات بتاعتي. اللي حابب يفرش فيها حاجة ما فيش اي مشكلة طبعا، اللي مش حابب وهيراعي النظافة اللي احنا قلنا عليها دي خلاص امره انتهى. وطبعا في حاجات دورية اول باول، يعني اتدلق مني شوية دقيق جوه البوفيه مش لازم اسيبه لحد تنظيفة ال3 شهور، امسحه على طول. فبالتالي الحاجات هتفضل نظيفه، الازايز اللي بتبقى منقطه زيت منقطه سمنه، نراعي مثلا يكون تحتيها ورق او تحتيها مفرش او تحتيها طبق بلاستيك او تحتيها علبه محطوطه فيها، عشان يبقى ما بتاثرش على الخشب بتاعي او بتاثر على جودته. طبعا في مواد التنظيف بتاعه الخشب، السبراي بتاع الخشب مناسب للتنظيف، في بعض الماتيريالز بتنفع تتنظف بفوطه مبلوله ومعصوره. فزي ما قلت لكم ارجعوا للشخص اللي عمل لكم المطبخ او المكان اللي اشتريتوه منه، وهم هيقولوا لكم المطبخ ده الماتيريال بتاعته ايه، الماده اللي تناسبها في التنظيف. المفاصل بتاعه المطابخ بتبدا تعمل صدى من البخار اللي بيجي من الحراره في المطبخ من الدهون. طيب الصدى ده بيخلي البواب والدرف عماله يتفكك، يا تبقى رخمه في القفل والفتح مش بالمرونه بتاعتها. بنعالج ده ازاي؟ ليفه عليها خل وبيكنج صودا. اي صدى يا جماعه، الخل والبيكنج صودا اللي هي الكربونات يعني، بيطلعوا في ثواني ثواني. الخل بيطلع الصدى على طول مع البيكنج صودا او الكربونات.